معانا دلوقتي بروفيسور سعيد عبد العزيز، استاذ جراحه القلب القصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. من وجهه نظر حضرتك شايف ازاي مؤتمر ايماك السنه دي؟ هو اولا الايماك ده السنه الثالثه بتاعته، وشايفه بيكبر كل سنه عن سنه بيزيد، ودي حاجه كويسه وشيء كويس علشان يعرف الناس ايه هي الاورتيك ديزيزز او ايه هي امراض الشريان الاورطة، وازاي نكتشفها بدري، وازاي نتلافاها، وطريقة علاجها. تمام. ايه رأي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي، وازاي هتفيد المؤتمر؟ هي اولا التعاونات الدولية السنة دي اكتر من السنين اللي قبل كده، ويمكن اتقدم في الريجستري اللي موجودة اللي قدموها في من كام ساعة كده الصبح. ان كان في الاول جالنا مثلا بتاع 20 واحد من الخبراء، السنه دي عندنا بتاع 40 واحد من الخبراء، فده شيء كويس. تمام. ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر ايماك؟ احنا اوريدي قدمنا حاجات جديده. الايماك كان في الاول في بدايته بادي على الشريان الاورطه وكيفيه التعامل معاه بالطرق اللي هي المحدوده عن طريق الدعامات، لكن سنه عن سنه بيزيد، دخلنا في تركيبة الدعامات ودخلنا التعاون ما بين الدعامات وما بين الجراحة، وفي سيشن كاملة عن الجراحة في الأورطة، فأصبح متكامل من كله تقريبا. تمام. ميرسي جدا لحضرتك وتشرفنا بلقائك. العفو يا فندم. العفو.